هذه القصيدة للشاعر مرضي بن عبد الله الشمري، يروي بها بعض أحزانه ومعاناته ويقول: بعض الحزن ينثر همومك كتابه، وبعضه شعور يذرف الدمع بسكات، شيء يروح وحاضر الوقت جابه، شيء يجي يشبه وجع كل ما فات. لا ما نسيت الجرح جدد مصابه، بوح الألم يا ما تمادى على الذات، يا ما خذيت من المحبة عذابه، ويا ما حصدت في تالي العمر حسرات، ضيعت عمري في متاهة سرابه، من آخر التجريح لين البدايات. دام القوافي في ضميري تشابه، وش عاد باقي يا شعر من ملذات؟ ما عاد باقي للمشاعر مهابة، أشواق عمري فيه راحت ولا جات. بعض الحزن ينثر هموم الكتابة، بعض شعور يذرف الدمع بسكات. فحينما وصلت هذه القصيدة إلى الشاعر راشد الراشد أحد شعراء القصيم، فأحب أن يطمئن مرضي ويهدئ من حزنه، فرد عليه بهذه القصيدة: وبعض الفرح يملا حياتك كآبة، ويصعب عليك الدمع لو هين لحظات. لولا الحزن يا أخوك ولولا عذابه، ما كان يبقى في حياتك مسرات. دام الحزن في دنيتك فك بابه، ترى الفرح بيجيك من بعد ساعات. خلك طويل البال صبر وصلابة، ولا تقضي أيامك جروح ولوعات. ترى الخلايق يا رفيقي تشابه، نفس الألم ونفس الحزن والمضرات. وإن كنت تحسب للسؤال الإجابة، مكان يبقى في دروبك مسرات. دام الحزن في دنيتك فك بابه، ترى الفرح بيجيك من بعد ساعات.